بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الثانوية العام، النهاردة معانا مراجعة لغة عربية مدرسة الإحياء والبعث وجيل التطوير لجريدة الجمهورية أو التي نشرت بجريدة الجمهورية اليوم. مراجعة لغة عربية. السؤال الأول بيقول: كان للبارودي تلاميذ، فكيف اتصلوا به وتعلموا منه؟ طبعا إجابة السؤال معانا اللي هي: تلاميذ البارودي صار على نهج البارودي تلاميذه عن طريق المشافهة، أمثال أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعبد المحسن القازمي، عن طريق المراسلة مثل شكيس أرسلان. رقم 3، تلاميذه عن طريق قراءة ما نشر من شعره في كتاب الوسيلة الأدبية الذي ألفه أستاذه لشيخ حسين المرصفي. ده السؤال الأول. السؤال الثاني بيقول: ما العوامل التي ساعدت تلاميذ البارودي على الاتجاه لتطوير الشعر؟ ما العوامل التي ساعدت تلاميذ البارودي على الاتجاه لتطوير الشعر؟ طبعا الإجابة بتقول تكون من هؤلاء جميعا جيل أخذ يطور الاتجاه الذي أرسل البارودي دعائمه، لا سيما وقد تغيرت الحياة أمامهم واستيسر لهم قدر من الانفتاح على الثقافة الغربية، سواء معرفتهم اللغات الأجنبية، اختلاطهم بالأجانب، قراءتهم المترجمات إثر الاحتلال البريطاني لمصر في سبتمبر سنة 1882 ميلادية، النضال الوطني الذي عمق من الوعي الناشئ لدي بعض المثقفين مما جعلهم يرسخون الإحساس بتراث الأجداد وماضينا العريق. 3، الإيمان بفكرة الجامعة الإسلامية رمزا لوحدة المسلمين في مواجهة الوجود الإنجليزي وتنديدا بالاحتلال ومظالمه. وحثا للشعب على الثورة ومضادلة الاستعمار مثلما وقفوا إثر حادثة دنشواي، وفيها يقول حافظ إبراهيم متهكما وناقدا: إنما نحن والحمام سواء، لم تغادر أطواقنا الأجيال، لا تقيدوا من أمة بقتيل صادت الشمس نفسه حين صاد. 4، موقفهم من القصر الحاكم وموقفهم من جوانب الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي مما يتصل بالدستور أو قانون المطبوعات وحرية الصحافة، أو تعدد الأحزاب أو وحدة الأمة مسلمين وأقباطا، أو إنشاء الجامعة المصرية سنة 1907، أو دعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة، أو استقبالهم تغيير الحياة في الثقافة والتعليم وسائر جوانب المجتمع مما جعلهم يسجلون ذلك كله في شعرهم. السؤال الثالث، ما ملامح تجديد تلاميذ البارودي للشعر العربي؟ ما ملامح تجديد البارودي للشعر العربي؟ قد جعلهم ذلك يكملون ما بدأه البارودي وزادوا عليه. إنهم عالجوا مشكلات مجتمعهم وما يتصل بالشؤون الخارجية للعالم الإسلامي. التعبير عن روح عصرهم اجتماعياً وثقافياً وفكرياً وأخلاقياً، ومن ثم نجد أن أشعارهم تستمد الشكل من القديم وتربط المضمون بالذات أو بأحداث العصر. 3، اهتموا بالناحية البيانية ولم يقصروا على المحاكاة، ف
فحسب، بل اهتموا بجلال الصياغة وروعة البيان وحلاوة الموسيقى. 4. أفسحوا المجال لمزيد من التجارب الذاتية في شعرهم. 5. نوعوا في أغراضهم، ابتكروا المعاني وأموا بين اتجاهين، الأول الأخذ من التراث والثاني الالتفات إلى ثقافة العصر. 8. ازدادوا اقترابا من الجماهير. 9. غلب على شعرهم الاهتمام بغيرهم أكثر من الاهتمام بالذات. 10. ارتبط جيلهم بالصحافة التي ظهرت وانتشرت فثلث أسلوبهم وسهلة. السؤال الرابع، ما العوامل التي هيأت لشوقي تطوير شعر مدرسة الأحياء والبعث؟ مدرسة الإحياء والبعث رقم السؤال الرابع، قد تجلى ذلك التطوير لشوقي الذي جمع إلى ثقافته العربية ثقافة أوروبية، درس الحقوق، اطلع على الآداب الفرنسية، شاهد المسارح الأوروبية، جالس شعراء الغرب، قرأ مظاهر التجديد في الشعر الفرنسي لدى أعلامه فيكتور هوجو ولمارتين ودي موسي وأمثالهم، ثقافته التركية، تأثره بالجمهور والنقاد والحركة الوطنية. السؤال الخامس، اتجه شوقي بالشعر اتجاهات جديدة اذكرها. طبعا الاتجاهات، عدل عن المديح إلى التاريخ في قصيدته كبار الحوادث في وادي النيل، اتجه في بعض شعره اتجاها إسلاميا، اتجه نحو المنجزات العصرية ومن ذلك ما يبدأ به إحدى قصائده، انصرافا عن حديث لناقة لدى القدماء، الناقة لدى القدماء. يقول أحمد شوقي في مطلع قصيدته كبار الحوادث في وادي النيل، همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء كما تجهل المخترعات الحديثة. يصورها في شعره يقول عن الطائرة، أعقاب في عنان الجو لاح، أم سحاب فر من هوج الرياح، أم بساط الريح ردته النوى بعدما طوف في الدهر وساحة، أو كأن البرج ألقى حوته فترى ما في السماوات الفساح. السؤال السادس، يعد شوقي رائدا للمسرح العربي، وضح. يذكر لشوقي ريادته للمسرح العربي منذ مسرحيته الأولى علي بك الكبير التي ألفها في فرنسا سنة 1893، ثم عاد للمسرح بعد هجره سنوات طوال، فألف منذ سنة 1927 حتى سنة وفاته 1932 مسرحيات، مسرحية كيلوباترا، مجنون، ليلى، كومبيز، عنترة، الست هدى، أمير الأندلس. السؤال السابع، علل أحمد محرم من جيل التطوير بعد البارودي. حاول أحمد محرم أن يطوع الشعر العربي للقصص التاريخ الحماسي في مطولة ديوان مجد الإسلام التي يسميها البعض الإيليازة الإسلامية سنة 1933. السؤال الثامن، على الرغم من اتجاه تلاميذ البارودي نحو التطوير إلا أنهم لم يتخلوا عن القديم، وضح ذلك. نجد أن تلاميذ البارودي خطوا بالشعر خطوة نحو التطور بعد أن قام هو بإرساء بأساس هذا التطوير، على أنهم لم يتخلوا عن القديم كلية في شعرهم، فرأيناهم يبدأون قصيدتهم بالغزل التقليدي
كما نرى في قول حافظ مادحا البارودي سنة 1900 ميلادية. تعمدت قتلي في الهوى وتعمدا، فما أثمت عيني ولا لحظة اعتدى. تعمدت قتلي في الهوى وتعمدا، فما أثمت عيني ولا لحظة اعتدى. ثم يتخلصون من الغزل إلى غرضهم المعني جريا على طريقة القدماء، أو يصفون الأطلال كما يقول شوقي. أنادي الرسم لو ملك الجواب، وأفديه بدمعي لو أثاب. كما طغت المناسبات على أشعارهم تبعا لانشغالهم بقضايا عصرهم المتعددة. طبعا دي مراجعة سريعة على مدرسة الإحياء والبعث اللي اتنشرت اليوم بجريدة الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصلنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.